إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون، وبصفتها جميعاً وبصفتنا جميعاً مؤيدين لهذا التوجه، يزداد حرصنا على الحوار ليصبح منتدانا طرفاً يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة، وهو ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق، لا سيما من خلال معهد البحث في الغاز التابع لمنتدانا والذي تسعد الجزائر باحتضانه، ليكون إطارا للتعاون العالمي والعلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم. وتتطلع الجزائر إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يواصل استقطاب أعضاء جدد سيساهمون من دون شك في ارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وبهذا الصدد نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى، لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية. وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي، عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين، وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه.